صح إنه اللي عملته فيكي خالتي تشاندا ما كان شي منيح أبدا، بس أنتي ليش لا تحبسيني بالبيت؟ معناها براجي تأخرت لأنه أمي حبستها بالبيت وما خلتها تيجي لهون. يا أمي هذا الشي غلط، آسف بس الواحد ما بيصحح الغلط بغلط تاني. أنا مزعوج كتير من هاي التصرفات ماما. أنا كل يلي بعرفه أني خسرت أمي لما كنت بنت صغيرة. لما تزوجت سانجاي قلت صار عندي أم. هاي الأنسة خلت بوبال فخورة فيها وحفزت كل الشباب اللي بعمرها بسبب نجاحها وتقدمها الكبير. هاي هي البنت اللي تصدرت الامتحان الرئيسي للشرطة بكل أنحاء الولاية تبعنا وهي معنا هون. تفضلي خلونا نصفق ونرحب بفخر دولتنا العظيمة براغي براشار. باثاك براغي باثاك، سيدي بعتذر منك لأني قطعتك عن كلامك، بس كنيتي صارت باثاك. اسمي براغي سانجاي باثاك. لا حبيبتي. كيف اجيت لهون هي؟ من يوم يومك اسمك براغي براشار، ايه؟ وهذا رح يضل اسمك لآخر العمر. حتى لو تزوجتي من عيلة تانية، بس أصلك رح يضل مرتبط باسم عيلتك براغي براشار. هي طلبة المهر، ما حدا تعرض لهيك ذل من قبل. من كل عقلك فكر إنه ما رح نجي؟ هالأيام على الموبايل فيك تعمل كل شي بدك إياه. أطول شاف على موبايلك لهيك إجينا لهون. عن جد هالموبايل ما بيكذب أبداً. لا تستغرب. شبك؟ أنت ليش واقف هون؟ يلا بسرعة خلينا نطلع على المسرح. يلا يلا. لك تعي شو عم تعملي تشاندا؟